السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة توعية الناس من الذهاب والسحرة، وتوعية الناس أيضا من الإصابة بالعين والحسد. النهاردة هنتكلم عن حاجة ممكن تكون متعلقة بكثير من الرجال أكثر من النساء، وهو الوسواس القهري وعلاجه. قضية الوساوس يا جماعة من أخطر الأشياء اللي بيصاب بها الإنسان، والوساوس لها أنواع، لكن دعونا نتعرف على بداية على تعريف الوسواس قبل أن ندخل على أقسامه وأعراضه وعلاجه. الوسواس يا جماعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن أشياء في الرأس تتكرر، تخبطات في الرأس. عملت الشيء ده ولا ما عملتوش؟ عملت ولا ما عملتوش؟ عملت ولا ما عملتوش؟ وينقسم الوسواس إلى 4 أقسام. قسم يخص العبادات، وده سبحان الله العظيم يعني مشهور، وكتير من الرجال بتشوفه على بعض الرجال في المساجد. وأديك مثال على الكلام ده قبل ما ندخل على النوع التاني. احيانا ممكن تكون واقف على المكان اللي بتتوضأ عليه في المسجد، زي ما بنقول عندنا كده باللغه بتاعتنا الميضه، حنفيات كتيره، جاء موعد الصلاه الناس بتبدا تتوضأ، فانت جنبك واحد وعلى يمينك وعلى شمالك. ما صادفتكش يوم او في مره من المرات وشفت واحد عمال يغسل العضو اكثر من 10 مرات و15 مره؟ ده الوسواس القهري اللي بيصيب الشخص، بس يخص العبادات. ولو سألته انت بتعمل كده ليه، هو مش عارف، وعنده اشياء في رأسه بتقول له اغسل العضو اكتر من مرة، مش نظيف، لا هغسله كمان، وممكن ينتقل لعضو بعده في الوضوء وتلاقيه يرجع لنفس العضو وبرضه. يعني سبحان الله، انت غسلت ايدك رجعت لها ليه؟ ده اسمه وسواس قهري يخص العبادات. ما صدفكش مرة واحد بعد ما وقف جنبك في الصلاة وقلنا تكبيرة الإحرام، وبدأ الإمام في صلاة جهرية وبدأ يقرأ وانتهى من القراءة سورة الفاتحة، وأخذ السكتة اللطيفة البسيطة وبدأ في القراءة التانية، سمعتش اللي جنبك مع إنه واقف من بداية الصلاة، بيعيد تاني الله يا عم انت قلتها في الاول، انت بتعيدها تاني ليه؟ ده اسمه وسواس قهري. هو شاكك في نفسه، هو قال الله اكبر ولا ما قالهاش؟ فتلاقيه بيعيدها مره واثنين وممكن ثلاثه، وهو واقف جنبك ممكن يشغلك بسبب الوسواس القهري. طبعا الموضوع ده بعيد عن انه سحر ولا مس، وانا بتكلم عن الوسواس القهري. علشان احنا عاوزين في النهايه نشوف له علاج. فده أول نوع، الوسواس القهري اللي بيخص العبادات. النوع الثاني، وسواس قهري في المعاملات بين الناس. ممكن يتخيل إنه عمل الحاجة وما عملهاش، ودى الحاجة لفلان ممكن ما يوداهاش، أيد البضاعة اللي طلعت ويرجع يكتبها تاني مع إنه كتبها مرة واثنين، وسواس في المعاملات. ثلاثة، وسواس في الثياب. ممكن يصادف ان هو مثلا يكون مثلا لسه مغير ثيابه الداخليه، يشك ان هي مش كويسه، انا غيرت ولا ما غيرتش، يبدا يغير ثياب ثانيه، في ايه يا عم؟ ده اسمه وسواس قهري خاص بالثياب. النوع الرابع هو ما يخص الطهاره، ودي اعزكم الله بتبقى مشكله كبيره جدا. انه بعد ما يقضي حاجته ويتطهر ويطلع من الحمام يقول وانا اتطهرت ولا ما اتطهرتش؟ انا غسلت مكان البول ولا ما غسلت؟ ويرجع تاني عشان يغسل. اعزكم الله، الوسواس القهري ده مقرف مقرف. وزي ما قلت ان الوسواس ده مش عايز اتطرق هل هو من سحر ولا من مس ولا من عين ولا من حسد، ما تفرقش معايا، انا مش فارقه معايا، انا وقفت على الوسواس القهري وهقول لك علاجه. لكن قبل ما اذكر علاجه عاوز اوضح نقطة مهمة جدا. جماعة الوسواس القهري ممكن يكون وراثي.
ممكن يكون مثلا حد في العيلة كده، فابنه ممكن يبقى زيه، وممكن يورث الولد ده نفس الطريقة لما يتزوج وينجب أولاد، فممكن تكون وراثية. لو تؤكد بأنها وراثية ده علاجه عند الطب، ده ملوش دعوة بينا. إذا تؤكد بأن الوسواس القهري وراثي يذهب إلى الطب، ده علاجه عندهم، علاجه عندهم. طيب ما هوش وراثي فجأة كده، ممكن يبقى بسبب عين أو بسبب حسد أو بسبب سحر، بس أنا مش عايز أتفرج، مش عايز أقول إيه سببه، لكن خلينا نتكلم إن هو من الجانب ده. نعمل إيه؟ لازم نفهم إن الوسواس القهري غالبا لما بيكون في شق العبادات والطهارات بيبقى من الشيطان، الوسواس القهري بيكون من الشيطان، فإننا نريد العلاج للوسواس من الشيطان وليس الوراثي. نعمل إيه؟ عندنا آية نحاول نقرأها. إيه هي؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم من الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعيد الآية تاني. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية دي مع آية الكرسي مع قل أعوذ برب الناس، دول هيتقرأوا على جالون ماء، يعني إناء كبير كده هنملاه ميه ونقرأ هذه الآيات عليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آية الكرسي، قل أعوذ برب الناس، ونقرأهم على قد ما نقدر، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، كتر كتر من قراءة القرآن على الماء. دول بس، أنا مش عايز أروح الشرعية، أنا عايز أعالج الوسواس القهري من الشيطان، لأن الآيات دي خاصة به هو، دي اللي هتجيب معاه. قرأت هذه الآيات على الجالون من الماء، أعمل إيه؟ أشرب من المية دي على قد ما أقدر، مشربش أي مية تانية، شربي هيبقى من المية دي. اتنين، احب اشرب ماء، اشرب من الماء المقري عليه الايات دي، واتشطف او استحم خارج الحمام في مكان في غرفه في مغلقه وتبدا تتشطف. يعني سبحان الله، تجيب اناء كده تاخد من الجالون وتصب على راسك من مكان عالي، ترفع الميه كده، انا عايز الميه تنزل على راسك وعلى جسمك، ثلاث اربع مرات او خمسه، تتشطف بنفس الطريقة دي مرة الصبح ومرة بالليل، ونجيب مسك أبيض أصلي ونيجي على طرف الأصبع كده، وأعمل بالمسك كده على طرف الأصبع، وحاول أحط على بداية أذني عملية دائرية كده، ما أحطش جوه لأن المسك ممكن ودنك تلتهب وتقولي الشيخ ضحك علينا الله يخرب بيته. لا، المسك الأبيض ده ما يخش الودان، لا انا عايزك ايه، يعني كانك بتتبرفن، استعمله كانه برفان، بس انا عايزك تحطه على الودن. شوف الطوق بتاع الودن ده، يا دوب تمس كده وتعمل ودانك كده وترجع تاني، ونفس الطريقه عند الودن التانيه. دي اعملها مره او مرتين في الاسبوع، مش كل يوم. المسك ده غلط على الودان كتير، غلط هتلتهي، لكن انا عايز المسك ده يكون قريب من ودانك. ليه بقول الودان؟ لان ده شغل الشيطان، الوسوسه، الواحد يوسوس لك في ودانك، فالمسك ده يطرده. فمره او مرتين في الاسبوع بالنسبه للمسك. عرفنا الميه هنقرا عليها ايات معينه، بعد ما نقرا عليها هنشرب منها على قد ما نقدر. منين ما احب اشرب ميه؟ اشرب من الميه دي، ما اشربش ميه عاديه، انا عايز الميه دي جسمي يرتوي بيها، واتشطف مره الصبح مره بالليل، وحافظ قبل النوم على قراءه ايه الكرسي، وما اقولهاش مره. جماعه المريضه اللي هم اصحاب الوسواس القهري، انا عايزك تقرا لي ايه الكرسي قبل ما تنام على قد ما تقدر. على فكره قضيه الاعداد، يعني انا يعني ما بحبهاش، انا ما بحبش اقول لك اقرا الايه دي 50 مره، اقرا السوره دي 30 مره،
اقرأ السورة دي 41، لا الكلام ده أنا لا أعتقد فيه، إنما هي العبرة عندي بالكثرة.